يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، اصطبحنا واصطبح الملك لله. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. اؤمر يا ابني. الأمر لله، أنا خليل زميل نجاتي في السكن. نجاتي بيقول لك هو مش هيقدر يجي النهارده عشان صحته معافية شوية. ما يجيش ازاي بس يا ابني؟ البضاعة كلها متكومة في الصندرة فوق، وأنا مش حمل الطوع ونزول على السلم. أنا راجل كبير زي ما أنت شايف كده. لا حول ولا قوة إلا بالله، الأمر لله، أنت المعين يا رب. عمو، مين؟ أنا حمادة ابن ماما عفاف، وده مصطفى أخويا الصغير، وده زيزو ابن تانت منى جارتنا. ماما عفاف بتقولك اديني بالونة عشان بكرة العيد، وهي لما تعدي عليك هتديك تمنها، وبتقولك كمان تنفخها لي عشان هي صدرها تعبها. والله يا ابني البالونة موجودة، بس أنا لا هقدر أطلع أجيبها ولا هقدر كمان أنفخها لك. الولد نجاتي مجاش النهارده، والبلالين فوق في الصندارة. معلش يا عمو، اطلع انت عشان ماما عفاف ما تزعلش منك. يعني هي عشان ماما عفاف ما تزعلش انا يتقطع نفسي؟ معلش يا عمو، اطلع هات البالونه. يا ابني انا راجل كبير مش حمل طلوع ونزول. معلش يا عمو، هات لي البالونه. والنبي يا عمو، اقول لك ايه بس؟ والنبي هات البالونه يا عمو، هاتها. والنبي يا عمو، والنبي. خلاص يا حبيبي، بس على ما اطلع اجيبها لك انت وزمايلك تاخدوا بالكم من المحل. حاضر يا عمو، بس والنبي بسرعة. وكمان بسرعة، عيل سئيل طالع لأمه. الأمر لله. خد يا حبيبي أدي البالونة اللي أنت طلبتها، عشان لا أنت تزعل ولا أمك تزعل هي كمان. دي بالونة صفرة يا عمو، أنا عايز بالونة حمرة. صفرة إيه وحمرة إيه بس؟ كلها بلالين وبتطير في الهوا. ماما عفاف قالت لي هات بالونة حمرة عشان تبقى لون الشورت اللي هي هتشتريهولي. معلش قول لماما عفاف تجيب لك شورت لونه اصفر. لكن انا عايزه احمر. كلها شهرين كمان ويجي العيد اللي بعده، المره دي تجيبه اصفر والمره الجايه تجيبه احمر. عيل سئيل طالع لابوه. ها يا سي مصطفى، وانت عايز ايه يا جميل؟ عايز بالونة يا عم. لا حول ولا قوة الا بالله يا حبيبي، ما كنت قلت من الاول؟ ما انا كنت قدامك فوق دلوقتي، وهو انا في حيل اطلع وانزل مرتين؟ معلش والنبي يا عم، انا عارف انا اصطبحت بوش مين بس النهارده، دي اصطباح ما يعلم بيها الا ربنا. معلش والنبي يا عم، عشان ماما عفاف ما تزعلش منك. انت كمان هتقول لي عشان ماما عفاف؟ معلش والنبي يا عم. لا حول ولا قوة إلا بالله، أمرنا لله. وعايزها لونها إيه يا سي مصطفى؟ سفرة يا عمو، لون الشورت اللي ماما هتشتريهولي. وكمان عايزها سفرة؟ أنت عايز تنقيتني يا مصطفى؟ هو أنا يا ابني أذيتك في حاجة؟ يعني مش شايف أخوك قاعد بيعيط عشان لون البالون اللي مش عاجبه؟ الواد طالع غبي زي أمه. خلاص يا حمادة يا ابني ما تزعلش، إدي أخوك البالون الصفرة اللي معاك، وانا هجيب لك انت واحدة حمرة تاهت ولقيناها. عمو، عايز ايه تاني يا اسم مصطفى؟ زيزو ابن تانت منى هو كمان عايز بالونة عشان ما تطلعش وتنزل مرتين. والله عفارم عليك يا مصطفى، انا كده اغير فكرتي عنك. تعرف انا لو كنت طلعت ونزلت ولقيت زيزو بعدها هو كمان كان عايز بالونة، انا كان ممكن ساعتها يجرالي ايه؟ انا كان ممكن اتشال فيها دي يا مصطفى. ها يا زيزو حبيبي، قولي عايز البالونة بتاعتك لونها ايه؟ انا مش عايز بالونة يا عمو. ازاي بس؟ ما هو مصطفى صاحبك ابن طنط عفاف بيقول انك عايز بالونة. مصطفى بيقول كده عشان ما يخلينيش العب معاه بالبالونة بتاعته. يا ابني الايه يا مصطفى؟ طب انا هعرف شغلي معاك بس لما ارجع لك. خدوا بالكم من المحل على ما ارجع لكم. الامر لله. خد يا حماد ادي البالونه الحمراء اللي انت كان نفسك فيها، دلوقتي كل واحد معاه بالونه باللون اللي يعجبه. ها يا زيزو، انت قلت لي قبل ما اطلع انت مش عايز بالونه، وان مصطفى قال كده بالكذب عشان ما يخلكش انت تلعب معاه بالبالونه بتاعته. ما هو انت لو معاك بالونه يبقى كل واحد يلعب ببالونته. ممكن اعرف بقى سيادتك
عايز ايه؟ انا عايز بالونتين يا عم. ايه؟ عشان العب بواحده وفرقع التاني في وش مصطفى. مالك يا عمو انت بتعمل كده ليه؟ عمو تشال يا حماده. عمو تشال؟ طب مين اللي هينفخ لنا البلالين؟